أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. إذا أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته تعمل على إنشاء معسكرات خاصة لقوات الحشد الشعبي خارج المدن ووضع قانونا يضمن لمنتسبيه تقاعدا كريما كما وصفه. جاء ذلك في كلمة للسوداني خلال مشاركته في الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى 9 لتأسيس الحشد الشعبي. تتزامن هذه التصريحات مع زيارة أمير قطر لبغداد والتي نالت رضاء أمريكيا والتي جاءت بالطبع بعد التقارب الإيراني السعودي. فهل كل هذه التفاصيل تنتسب لصورة واحدة؟ نحاول اليوم ترتيب المشهد العراقي مع ضيوف الكرام الأستاذ علي الشمري الباحث بالشأن العراقي هنا في الاستوديو، وأيضا عبر سكايب الدكتور أو الأستاذ مخلد حازم الضرب الباحث أو الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا بكم ضيوف الكرام. أستاذ علي، إذا ما بدأنا من خلالك، لماذا الآن قال محمد شياع السوداني هذا، وهل هو قادر؟ بالنسبة لموضوع الحشد الشعبي، الكلام اللي يقال الآن بمناسبة الذكرى 9 لإنشائه، هناك يعني مسائل أو رسائل يعني تريد الحكومة أو بعض الجهات إيصالها إلى الآخرين، أنه الحشد الشعبي هو جزء من مؤسسات الدولة العراقية. لكن الحشد الشعبي في الوقت نفسه يحاول أن ينأى بنفسه عن هذا التوصيف، رغم هو يريد أن تكون هناك مظلة رسمية أو حكومية على الحشد. لكن بالمقابل لو نلاحظ موضوع الحشد، يعني الحشد ليس شيئا واحدا. هناك مثلا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، وهذه لا تتبع الحشد الشعبي، وإن كانت ضمن الإطار العام للحشد الشعبي، لكنها تأخذ الأوامر والأمور الأخرى كلها من رئيسها مقتدى الصدر. وهناك بعض الفصائل التي انضوت رسميا وواقعيا إلى الحشد الشعبي، وهناك فصائل تدعي وتسمي نفسها تقول أن إحنا فصائل المقاومة، ليس لنا علاقة لا بالحشد ولا غير الحشد. لكن لما يكون كلام عن الميليشيات اللي موجودة يقال عنها بصورة مجملة أنه هذه هي الحشد الشعبي. هل الكلام عن الحشد الشعبي كمؤسسة من مؤسسات الدولة؟ أعتقد هذا الكلام لتجميل الصورة، هذه هي صورة قبيحة. عندما يتكلم أو يصرح بذلك رئيس الوزراء العراقي، كيف نقول أنها ليست مؤسسة من مؤسسات الدولة؟ شوف، تصريح رئيس الوزراء العراقي اللي هو رسميا القائد العام للقوات المسلحة، قبله كان يعني سلفه كان مصطفى الكاظمي، كان لا يحظى بأي احترام من الحشد الشعبي. طبعا نرجع إلى إشكالية من هو الحشد الشعبي. يعني لما يأتي فصيل في مدينة بغداد ويدخل بمسلحيه ويقف أمام مكتب الكاظمي ويضع صور الكاظمي على الأرض ويدوسها بالحذاء، ثم بعد ذلك يقول للقائد العام للقوات المسلحة اللي هؤلاء هم كلهم جنود عنده، يعني يقول سنقص إذنك كما نقص إذن الماعز. هذه إشكالية خطيرة، التعامل مع القائد العام للقوات المسلحة. الحشد الشعبي حقيقة ليس له علاقة بمؤسسات الدولة الدستورية إلا من باب أنه هذا التوصيف يضع أو يوفر غطاء رسمي لهذه الميليشيا. طيب، نذهب إلى الدكتور أو أستاذ مخالد حازم برد.